أعزائي المشاهدين في كل مكان، مرحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. توقعات الأربعاء الموافق 17 مايو 17 أيار 2023. النهاردة هيكون موافق جدا في بيتك وفي كل علاقاتك الأسرية اللي بتخصك. هتعرف تطور كل صراعاتك اللي ممكن تبقى فقدت سيطرتك عليها في الفترة اللي فاتت. يوم الأربعاء يوم هيكون مناسب جدا لان كل واجباتك المهنيه اللي انت بتقوم بيها. هتحس النهارده بمشاعر فيها حب مختلفه جدا، خاصه لو كنت بتشتغل مع شريك حياتك، لكن ما تستبعدش محادثه او معلومه ممكن تبقى بتتلقاها في اليوم ده بشكل كبير. ممكن يكون عندك النهارده يوم ممتع جدا، خاصه لو عرفت تتحكم في كل عواطفك. هيتعين عليك كل الاشخاص النهارده انهم يعتنوا بنفسهم اكتر من اي وقت كان قبل كده. هيعيدوا تفكيرهم في انهم يغيروا علاقتهم مع اشخاص حواليهم بيعيشوا معاهم، ممكن يشتغلوا معاهم بشكل كويس. وبيتطلب النهاردة انهم ينتبهوا في كل الحاجات اللي بتبقى بتتعلق بالفلوس، سواء كانت مستندات او فيها دخل او حتى مصارف، لان اليوم ده مش بيستبعد الاخطاء اللي ممكن تبقى بتتعرض ليها. في نوع من انواع الخسارة قدامك ممكن تبقى مش هتبقى مواتية ليك بشكل كتير النهاردة. كل الأشخاص النهاردة هيعرفوا يديروا ظهرهم بشكل مرتاح أكتر حتى لو كان للحظة. في فكرة خاصة عندهم النهاردة، في حاجة هتبقى من ماضيهم لازم يركزوا عليها بشكل كويس ويكون انتباههم من خلالها. هتجيب ليهم مشاعر إيجابية كتير حلوة. مش هتتفاجئ في اليوم ده، لأن الأحداث الحلوة والسيئة هتبقى أنت مستعد ليها بشكل حدسي جدا وعاطفي. اليوم هتبقى بتشارك معاه أشخاص كتير، هتبقى بتقابل معاهم، هتكون معاهم بشكل مهم جدا مع كل اللي بيبصوا ليك بشكل فلسفي. هتنظر ليهم بتواضع حتى لو كان في صعوبات بتمر بيها. كل الأشخاص هيسمحوا النهاردة بالخوف وهيحسوا بالقلق، هيحسوا أنك أنت النهاردة قادر أنك تسيطر عليهم بجد. كل المواقف اللي بتبقى عندك في اليوم ده هتبتدي تمر وهتكون انت شغال بشكل كبير جدا. وبشكل عام هتتفاجأ النهاردة بحدث هيبقى ممتع، في مجاملة، في هدية، هيبقى كتير من الاشخاص اللي حواليك النهاردة مبسوطين بفلوس مش متوقعة، فيها ربح اكبر من اللي انت متوقعه. حتى لو كنت منخرط في مبيعات من نوع في نشاط مالي، هتفتكر ان الغيرة القديمة نفسها مرة تانية هتبتدي ترجع من جديد، فما فيش مشكلة انه يكون في سبب محدد وراها. كوكب المشتري اصلا هيدخل للتو في برج السور من اليوم اللي قبله، هيشكل مربع مع بلوتو، وهيبقى بلوتو متراجع اصلا في برج الدلو في وقت الصباح. العبور ده تعتبر طويل المدة، هنبقى بس طموحين من خلاله، في حين انه ممكن يكون مش بشكل طبيعي، لكن هينصحنا باننا نكون خفيفين لان من السهل اننا نسير المعارضات اللي عندنا. هنتعامل مع كتير من الاهتمامات والانشطة والرغبات، لازم نتجنب اي نوع من انواع المبالغة في اهميتنا او قوتنا حتى لنفسنا وللاشخاص اللي حوالينا. هنعرف نتحدى نظام معتقدات كتيرة جدا هتبتدي تنشأ لحاجة كبيرة، اننا نغير نفسنا في موقف كبير بدل من اننا نواجه دي في افقنا مع الاشخاص اللي حوالينا. في محاولة فرض معتقداتنا على الاشخاص اللي حوالينا مش هيؤدي الا لاحباطنا. في اتجاه هيبقى فيه ضغط شديد جدا باتجاه تفاصيل مهمة فيها تفكير بمصطلحات كبيرة، وده موضوع احنا دايما بناخده في عين الاعتبار لانه مساعينا كتير. هنتوقع النهاردة انه يؤدي بينا لاحباط، لكن هنبتدي نغير منظورنا بشكل كبير في الوقت ده. هنبقى بندافع عن نفسنا اكتر عشان نوصل لمستويات احسن ونبقى مبسوطين بكل مساعينا. هنوصل لافضل خيال وافضل حدس من قدامنا في اليوم ده لغاية ما يدخل القمر برج الثور. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم ادعموني باللايك واشتركوا في القناة.